إذا مشاهدينا الكرام، مرة أخرى نعود إلى الزميل أحمد عبد الرازق ليوفينا بمزيد من التفاصيل عن معرض ديارنا هذا العام الذي يقام تحت شعار قريبين ولو بعاد. أحمد، برحب بك مرة أخرى، المزيد بالتأكيد من التفاصيل لديك، تفضل. تحياتي لك نانسي. بالفعل نقف أو نجلس الآن في وسط كل هذا الجمال الذي تحدثت عنه الزميلة شيرين مجدي في التقرير السابق، قريبين ولو بعاد، هذا هو الشعار الذي يحمله معرض ديارنا الذي افتتحته الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي أول أمس الثلاثاء تحت رعاية السيدة انتصار السيسي حرم السيد رئيس الجمهورية. ويأتي هذا المعرض ضمن توجيهات السيد الرئيس بتكرار أو مضاعفة أعداد المعارض التي تقيمها وزارة التضامن الاجتماعي على مدار العام، فكان التوجيه الأول بتكرار معرض ديارنا ثم معرض تراثنا ثم استحداث معرض البازار، أما الآن فيتم تدشين قطار معارض ديارنا الذي سوف يجوب المحافظات ويستمر في كل محافظة قرابة العشرة أيام. قريبين ولكن بعاد، هذا هو ولو بعاد، هذا هو شعار المعرض. واسمحي لنا أن نتعرف بمزيد من المعلومات والإيضاح حول ما يقدمه المعرض وعدد العارضين والمساحة التي يقام عليها المعرض من خلال هذا اللقاء مع الأستاذ عادل بكساوي مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للتسويق والمعارض. تحياتي ورحب بك على شاشة أكسترا نيوز، وأطلعنا إذا تفضلت عن عدد العارضين المشاركين في هذا المعرض وعن أهميته. العارضين المشاركين في المعرض هنا، أولا أنا طبعا شاكر جدا القناة والتسجيل معاكم. إحنا أساسا المعرض على مساحة 4000 متر، في ما يقرب من ويزيد 380 عارض للحرف اليدوية والمنتجات التراثية اللي بنجوب بيها في كل المحافظات. احنا كان لسه من شهر بالظبط عاملين معرض كامل لمده شهر في مارينا في الساحل الشمالي، وحقق مبيعات فوق الخيال اكتر من متوقع. يعني بنستغل الاماكن، مارينا الساحل الشمالي من شهر، يعني في مصيف. احنا هنا مثلا في مكان زي مول مصر بنستغل الجمهور الخاص به او الزباين يعني الخاصين بالمكان زي ده، فبيتكرر المساله او هيتم تكرارها في المحافظات؟ لان احنا في التخطيط التسويقي بتاع سياده الوزيره اشتغلنا قبل كده، كانت اول تجربه لينا في اول اسم كارو فيستيفال قبل كده ناحيه التجمع، في التجمع الخامس ونال اعجاب غير طبيعي وحقق مبيعات عاليه جدا، فقلنا ما نحرمش سكان اكتوبر من المعرض برضو، فكان الاتجاه ان احنا نشتغل في اكتوبر، وعندنا بعد كده معرضين تاني في القاهره ومعرض تالت في الشتاء اللي احنا ماشيين موسمي ان شاء الله بيكون في الاقصر. طيب اهم المحافظات اللي هينتقل اليها معرض ديارنا على مدار العام؟ الاقصر، نجيبها من فوق من قبل يعني، الاقصر، سوهاج، اسيوط، المنيا، اسكندريه، وبنحاول بندرس دلوقتي في الدلتا نعمل واحد كمان ان شاء الله في المنصوره. طبعا نانسي اسمحي لي اشير انه فكره تكرار المعرض على هذا النحو، سواء معرض ديارنا او تراثنا او البازار واستحداث هذه المعارض ثم انطلاق قطار معرض ديارنا في محافظات مصر، بياتي بعد مناقشات ربما استمرت سنوات منذ انطلاق معرض ديارنا او المعارض الخاصه بالمشغولات اليدويه والحرف الحرف اليدويه والمشغولات التراثيه. هذه المناقشه اسفرت عن الاحتياجات التي يطلبها العارضون، وربما كان اهم هذه الاحتياجات هو تكرار المعارض التي تسمح لهم بعملية بيع أكثر وتسويق منتجاتهم بشكل أكبر. ولكن أود أن أشير إلى أمر آخر نانسي، نحن نجلس في هذا الركن تحديدا وهو أحد الأركان ربما يبيع المشغولات من الأقصر والذي سوف يقام هناك أيضا معرض في الأقصر. ماذا يفعل هذا الرجل أو هذا العارض؟ هذه المنتجات، ربما هذه القطعة التي أمسكها بيدي الآن، هذه القطعة هي من تصميمه، ولكن الذي قام بتنفيذ هذه القطعة ربما عارض آخر تعرف عليه هذا العارض في معرض ديارنا، إذن هو قام بالتصميم وهم قاموا بالتنفيذ. أيضا هذا طبق من الأطباق الخزف يحمل نفس التصميم، هو تصميم هذا العارض وقام بتنفيذه عارض آخر يقوم بالمشغولات الخزفية. إذن هذا العارض ينفذ بعض المشغولات الخشبية ويتعاون مع بعض العارضين
المشاهدين الذي تعرف عليهم من خلال معرض ديارنا، يقوم أحدهم بالمنسوجات ويقوم أحدهم بتنفيذ بعض أنواع الخزف. هذه هي عملية التشبيك أو التعارف الذي يتم من خلال معارض ديارنا، هي التي تعلي هذه قيم الحرف اليدوية والمشغولات التراثية. وأيضا أشير إلى أن تكرار هذه المعارض يصل إلى العارضين في المحافظات المختلفة، لا سيما هؤلاء الذين لا يتسنى لهم الانتقال أو السفر إلى القاهرة بمنتجاتهم ومعروضاتهم وبضائعهم، فيقترب المعرض منهم، وهذا ما يجسده شعار المعرض: قريبين ولو بعاد. يعني قضينا هذا اليوم هنا في معرض ديارنا المقام في الساحة الخارجية لمول مصر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، وسوف نتابع على مدار اليوم. ندعو طبعا يعني هذه المعارض لها جمهور خاص ولها زبائن خاص كما يقول، ندعوهم إلى الحضور لهذا المكان. أيضا أو شعار المعرض لهذا العام له علاقة أيضا بوجود دولة يعني على شرف هذا المنتدى أو المعرض حاضرة، وهي دولة ليبيا الشقيقة. وربما شعار هذا المعرض لهذا العام أيضا له علاقة ربما بوجود ليبيا كضيفة شرف لهذا المعرض. بالفعل ليبيا هي ضيف شرف للتحل، ضيف شرف هذا المعرض هذا العام. واسمح لي بالعودة للحديث مع الأستاذ عادل مرة أخرى في هذا الأمر. أستاذ عادل، يعني إحنا عندنا ضيف شرف مهم جدا، دولة ليبيا الشقيقة، خلينا نتكلم عن أهم المنتجات اللي بيقدموها في المعرض. الحقيقة إحنا أول ما سيادة الوزيرة مضت مع وزيرة التضامن أو وزير الشؤون الاجتماعية الليبية، ففي بروتوكول مشترك ما بين الوزارتين بكورة إنتاج البروتوكول ده أو بكورة تنفيذ توجيهات البروتوكول، هو المعارض وتبادل الخبرات والعارضين المصريين والليبيين. فتصادف إن بعد ما وضعنا البروتوكول إن إحنا بنعمل المعرض هنا، وهم الحقيقة لسه برضو يعني بنعذرهم عشان مشكلة السفر بالنسبة لظروف ليبيا وكده، إنما أصرت وزيرة التضامن أو وزيرة الشؤون الاجتماعية الليبية إنها تحضر على رأس وفد كبير جدا جدا وعلى رأس عارضين ليبيين. فدخلوا المعرض بمنتجات لطيفة جدا مستوحاة من المجتمع الليبي، وهم موجودين معنا طول فترة المعرض. وإن شاء الله أول معرض هيتعمل في ليبيا خلال السنة دي 2021 محجوز مساحته بالكامل للخبرات المصرية. يعني نقدر نعتبر أن دولة ليبيا الشقيقة قد تكون ضيف دائم على معرض ديارنا، بكورة التعامل المصري الليبي. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ عادل بكساوي، مستشار وزير التضامن الاجتماعي لشؤون التسويق والمعارض. إذن ننسي، هذا هو ما شاهدناه أو ما رصدناه في معرض ديارنا الذي يقام في مول مصر بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة. كل هذا الجمال من مشغولات يدوية وحرف يدوية ومشغولات تحمل قيم التراث المصري الأصيل، سواء في الألوان أو في التصميمات. يعني التصميمات التي كنا نتحدث عنها هي تصميمات مستوحاة من التراث، ولكن تم إعادة تنفيذها وإعادة تدويرها بالشكل المودرن أو الشكل الحديث. هذا هو ما الغرض الذي أقيمت من أجله هذه المعارض، قريبين ولو بعاد، هذا ما يفعله معرض ديارنا. أعود إليك مرة أخرى. الحقيقة أحمد أنا بشكرك على كل هذه التفاصيل، وكمان الحقيقة بشكرك على اختيارك للكدر أو المكان يعني الذي أو الذي جلستم فيه لتجري هذا اللقاء مع ضيفك الكريم. ربما صورة تعبر عن براعة العارضين في هذا المعرض. أنا بشكرك شكرا جزيلا أحمد عبد الرازق، كنت معنا إذن من معرض ديارنا في مول مصر في السادس من أكتوبر. شكرا لك.